السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامنا 3 أنواع من البطيخ. هذا هو الشمام من فصيلة اليقطين أو القرع، الشمام، البطيخ الأحمر أو الدلاح بالدارجة المغربية، سويهلة، نهاية، الدلاح. بالنسبة لهاتين الفاكهتين الشمام فوائدهما كثيرة جدا، يحتويان على مادة الكاروتين التي تعمل على الحماية من السرطانات. الشمام جيد لعملية الهضم. الشمام يساعد على الإبقاء على بشرة صحية لاحتوائه على مادة الكولاجين، وهي عبارة عن مركب بروتين يؤثر بشكل إيجابي على سلامة بناء الخلايا في الأنسجة الضامة. الشمام يعمل على شفاء الإكزيما وأمراض كثيرة كأمراض الكلى. وإذا قمنا بمزج أو خلط الشمام مع الليمون بإمكانه أن يعالج مرض النقرس. الشمام يعمل على التذويب الطاقة، مفيد لخسارة الوزن، يعني مفيد في التخسيس، يقي من الجلطات وأمراض القلب. الشمام يحد من ظهور أعراض الشيخوخة والتجاعيد، ويعالج العديد من الأمراض الجلدية كالكلف والنبش، ويعمل على ترطيب البشرة وإعطائها الحيوية واللمعان. الشمام مفيد للشعر بفضل توافر العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقاوم تلف الشعر، وخاصة فيتامين باء الموجود بكثرة في البطيخ، يقوي جهاز المناعة ويمنح الجسم القوة اللازمة. الشمام يعالج الأرق، مفيد للعيون لأنه غني، مفيد لأمراض العين لأنه غني بالبيتا كاروتين التي تقلل من خطر إعتام عدسة العين النانية بنسبة 50%. الشمام يحتوي على فيتامين أ أو ألف، فيتامين أ الذي يقي من إعتام عدسة العين وتحسين الرؤية. الشمام يحتوي على فيتامين أ الذي يقي من إعتام عدسة العين وتحسين الرؤية. يحتوي أيضا على مادة الكاروتينويد التي توفر وظائف تصفية ضوء الأشعة فوق البنفسجية وتحمي من الضمور الوقعي لدى كبار السن. مفيد للمرأة الحامل لاحتواء الشمام على حمض الفوليك الذي يساعد في إنتاج وإصلاح الخلايا الجديدة. مفيد في الوقاية من متلازمة الأيض، مفيد لعلاج وجع الأسنان، ينظم مستوى السكر في الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم، الوقاية من فقر الدم بفضل احتواء الشمام على حمض الفوليك، والكثير كثير من الفوائد. بالنسبة للبطيخ الأحمر تقريبا نفس الفوائد التي ذكرناها بالنسبة للشمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.